السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة يوم جديد وجولة جديدة، وجولتنا النهاردة هتكون عند رمضانكو. هسيب لكم عنوانه ورقم تليفونه وتليجرام كمان في صندوق الوصف ان شاء الله. جولة النهاردة هتكون عبايات الجنس. عبايات الجنس اسعار رهيبة جدا جدا، بتبدأ عنده من 175 جنيه واغلى عباية 225، يعني السعر كله بيتراوح في السعر ده. عباية جينز لوكس، ماتريال عالي، موديلات مختلفة جدا، كل حاجة هنشوفها في الفيديو بالأسعار. بس لو أول مرة تشوفوني انزلوا اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يجيكوا إشعار بكل فيديو جديد أنزله إن شاء الله. وأهم حاجة ما تضيعوش مجهودنا وعملنا لايك للفيديو، اللايك هيدعمني ويخلينا نعمل لكم جولات من أشهر المحلات، وأجيب لكم خصومات كمان لكل متابعين القناة. انزلوا حالا اضغطوا لايك ونبدأ الفيديو على بركة الله. هنبدأ فيديو جديد برضو العبايات الجنس. العبايات الجنس اسعارها ايه بقى معانا؟ 220 بس. سعر موحد لكله؟ لا، حاجه زي كده 220. دي 220. بص شكلها زي كده 200. ده 200 المعلم بتاع كده. بصوا ده مقلم من هنا، ده ب 200 جنيه. ده المعلم ده ب 200 جنيه. ده قطعتين ولا قطعه؟ قطعتين. قطعتين حلوه جدا. قطعتين عامله 200 ودي 220. تمام. دي حلوه جدا برضو. عامله كام دي يا عبد الله؟ 220. مقاسات موجوده؟ مقاساتها كلها موجوده. حاجه زي كده دي 100 عامله 175. دي 175. الاسعار دي يا جماعه مش هتلاقوها في اي حته تانية، بجد اسعار حلوه قوي. وده لون تاني منها 175. حاجه زي كده حلوه جدا. مش ب 175 كله، 220 هو اللي في 175، عشان الناس ما يجيش يقول لك ايه. لا ما احنا بنقول فيه وفيه. انتوا منزلين على القناه ب 175، لا في 175 جنس وفي 220 جنس. وما فيش جنس اصلا في المحلات بره اصلا بالسعر ده اساسا. تمام. الجنس بيبدا من 400 وانت طالع. تمام. انما احنا هنا عندنا ب 220 وب 175. هنا البيع بسعر الجمله من اول قطعه. من اول عبايه. من اول عبايه، عبايه زي 100 هتاخدي بنفس السعر. تمام. دي عامله كام برضو معانا؟ 220. حلوه قوي دي برضو. في منها الوان برضو. دي 200 قطعتين برضو. القطعتين كلهم 200. كل القطعتين 200. معلم من تحت ال 200. حلوه جدا. دي بحزام برضو كده لونه ذهبي، حلو قوي. دي عامله 200. دي 220. بتختلف برضو في القصه وفي الماتيريال والحاجات دي. تمام. حاجه زي كده بقى 190. طب ارجع لي شويه كده يا عبد الله عشان تبان كلها. دي بقى من فوق جنس ومن تحت طبقه زي تحت الوان تاني. لون تاني. يعني داخل فيها لون قماش على جنس. في اللون ده تاني وفي الموف وفي اللون النبيتي. حلوه جدا. شياكه جدا دي. اروح لك انا هناك بقى عشان تبان هنا. بصوا كميه العبايات ما شاء الله كتير جدا جدا. دي عامله كام برضو يا عبد الله؟ 220. حلوه برضو دي 220. ده جنس لون تاني، اقرب لكم برضو شوفوها. 220 برضو. حلوه قوي. البني وفي منها الزيت والاسود. البني والزيتي والاسود. جنس 220. والمقاسات موجوده برضو. دي كانت طلعت موضه شويه ايام، كتير جدا جدا حلوه قوي، اللي هي بجيبين دي. عامله كام دي برضو يا عبد الله؟ 220. اغلى حاجه 220. من اول 175 لحد 220. اغلى حاجه. بص حلوه جدا على حسب الموديل طبعا. حلوه قوي يا عبد الله. بص ما شاء الله دي عامله زي الفستان. دي عامله 200 جنيه طبعا. مقاساتها موجوده. تمام. عامله كام؟ 200 جنيه. حلوه يا عبد الله. تمام. ماشي نشوف موديلات تانية. دول موديلين مختلفين. طب ورينا كل واحد لوحده بقى عشان موديل ما يظلمش التاني. بس دي عاملة كام دي؟ 175. دي فيها جيوب من قدام زي الباقي كده. 175. 175 برضو. 175. حلوة جدا. فيها جيبين برضو. 220. بس دي حلوه جدا، فيها تطريز برضو كده، شكلها حلو قوي. فيها جيبين. 220 برضو. حلو جدا. الجنس هنا كميات موديلات كل حاجه اسعارها حلوه جدا. موديل تاني مختلف غير اللي انا صورناه اول مره. ده موديل مختلف برضو. بصوا هنا في سوست، هوريكم. دي ديكور بس، سوسته ديكور مش شغاله.
وفيها جيوب. وبصوا فيها زنطة برضو من فوق اوريه لكم. تمام يا عبد الله. تمام دي برضو موديل تاني خالص. عامله كام دي يا عبد الله؟ 220 برضو. ليها زونت كده بس بصوا هنا الزونت مرسوم عليه مكتوب عليه حاجات بالانجليزي ومعمول برضو حروف هنا حاجات حلوه جدا. تمام يا عبد الله. هنشوف حاجات تاني جينز برضو معانا. بصوا تمام طب ارجع لك كده عشان يبان معايا. اه دي برضو ما شفناهاش. عامله كام دي يا عبد الله؟ 220. وشها ثانيه يا عبد الله. تمام بيتركب ويتشال بسوستة الزنت بتاعها 220 برضو. بصوا هنا في سوستة بيتشال ويتركب منها. انا مش حابة الزنت حابة. تمام تمام. نجي لك تاني نشوف ايه تاني من الموديلات. ما شاء الله المكان مليان موديلات كتير. ده موديل تاني برضو. عامل كام يا عبد الله؟ 220. تلبيس مقاسات موجودة. تمام مقاسات موجوده. كل يوم هتلاقي شغل جديد مختلف. يعني لما تيجي كمان هتلاقي على الشغل ده شغل تاني خالص. تاني مختلف. احنا قاعدين مش بنصور لك كل يوم بينزلوا موديلات جديده وفي موديلات انا ما صورتهاش. دي بقى بتتضايق وتتوسع. تمام دي بتتضايق. بصوا هي لها رباط كده يعني بتلبس اي مقاس. دي 220 جنيه برضو. حلو قوي يا عبد الله. اه ده جنس لون تاني وشكل تاني. ده حلو قوي دي يا عبد الله. ايه اللي انا قلت لك؟ اه اللي قلت لي في منها الوان. اه حلوه جدا. زيتي واسود وبني. اه البني الالوان كلها موجوده. دي زراير كلها وبتتفتح. واسود وكافيه. كافيه وزيتي وبني واسود. دي الالوان الموجوده. سعرها قلنا 220. دي 220. اه دي حاجه تانية برضو. عامله كام دي برضو؟ دي الوان برضو 220. شكلها شيك قوي. بصوا هوريكم بس هو الشغل بتاعها كله هنا والشريط اللي في الجنب ده. تمام 220. حاجات بجد خروج تحفه جدا. شكلها شيك قوي. بصوا من ورا هي لها فيونكه. احنا شفنا الموديل ده قبل كده بس حلو قوي. 220 سعره ارخص ما انا شفته قبل كده. اه دي حلوه برضو. دي في منها مقاسات. دي في منها مقاسات. بكام دي؟ 220. اسعار الجنس كلها متقاربه من اول 175 لحد 220. تمام. بصوا كل دي موديلات ما شاء الله حلوه قوي. اه موديلات كتير قوي قوي ما شاء الله. حلوه قوي. 220 برضو يا عبد الله. تمام. بصوا احنا لو قعدنا بصوا مش هنخلص كل ده ما شاء الله. حتت موديلات بس بعض الموديلات. بصوا كل ده جنس. بصوا حبايبي هنا المكان مليان جنس كتير جدا جدا موديلات كتير. حاولت على قد ما اقدر اعرض لكم بعض القطع. وزي ما قلت لكم برده الجنس هنا بيبدا سعره من 175 جنيه لحد 220. مفيش اغلى من كده في العبايات الجنس. شفنا موديلات كتير جدا ولما تيجوا ان شاء الله هتلاقوا موديلات اكتر واكتر. المكان هنا مليان كتير جدا عبايات كلها اسعارها حلوه قوي. هسيب لكم زي ما قلت لكم في كل فيديو العنوان ورقم التليفون والتليجرام في صندوق الوصف ان شاء الله. واستنوني في فيديوهات وجولات كتير باذن الله. وكده يا حبايب قلبي قد خلصت جوله الجنس النهارده. حاولت بقى اجيب لكم كل موديل بسعره ومقاساته وتلبيسه والوانه كل حاجه بحاول اقولها لكم في الفيديو بالتفصيل. يا ريت الفيديو النهارده يكون عجبكم. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعلوا الجرس. واهم حاجه لايك كتير كتير للفيديو. لو الفيديو عجبكم ما تبخلوش بقى باللايك. اللايك هيشجعني اصور لكم محلات كتير واجيب لكم كمان خصومات لكل متابعين قناتي. واستنوني في جولات وفيديوهات كتير الفتره الجايه ان شاء الله.